صباح النور، صباح الخير، مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا، مرحبا ايضا بالاستاذه انس الذهبي، مرحبا بك. يعيشك، مرحبا، سعيده اليوم بحضوركم، والف مبروك مره اخرى التميز العالمي لغا المشاريع المنجزه من قبل تلامذه المدرسه الاعداديه الفارابي بالقلعه الكبرى. مرحبا بك، مرحبا ايضا بالاساتذه اللي يرافقوك اليوم، وتلامذتنا ان شاء الله بعد نسمعوا صوتهم نحطوا حسبنا في اطارها نحكي عن المشاريع المنجزه من قبل التلامذه، خاصه كيف جات الفكره، كيفاش كان انجاز المشاريع هذيا، ظروف العمل، صعوبات، نحكيوا على الاهداف نتاعو، زادا مهارات المكتسبه عند صغيراتنا. بارك الله فيك على الاستضافه. احنا في اعدادي في القاعه الكبرى كان عندنا الحظ والشرف ان نشاركوا في مسابقه المدرسه الدوليه اللي نظمها بريتش كانسل كل سنه على المستوى العالمي. سنة شاركنا 17 مؤسسه تربويه في تونس، وكنا تحصلنا على لقب انترناشونال سكول اوورد. بالنسبه لي الدور بتاعي كان انترناشونال سكول كوردينيتور، يعني منسق دولي، والدور بتاعي كان تنسيق الانشطه ما بين المدرسه الاعداديه الفارابي القلعه الكبرى وباقي المدارس اللي تعاملنا معهم كبارتنير، يعني معناها شراكه ما بيناتنا في الانشطه على المستوى الوطني والعالمي. زادا كان ثم مشاريع على المستوى العالمي تو ان شاء الله تلمتنا من بعد يحكيوا عليهم. فالبرنامج هذايا بطبيعه كنا مقطرين من طرف السيده منيا محمودي اللي هي زميلتي استاذه اعلاميه كيفي، اما عندها دور ايزا امباسادور، يعني اي اس اي امباسادور من بريتش كانسل. اطرتنا دون لو سونس انه المسابقه وتنظيمها والاعداد لها ماهوش حاجه بالهينه، يعني كانت على مراحل. في الاول سنه دراسيه كان يلزم نختاروا المشاريع، يعني عناوين المشاريع واللي نلوجوا على بارتنير، يعني هذا عمل فردي نقوموا به ككورديناتور. وبالطبيعه هذاك اندوسي تو اندوسي يتقدم، يتسمى اكتيفيتي بلان، يتبعث لبريتش كانسل، وكي ناخذ الفاليداسيون نبداو نشتغل عليه. وكي نشتغل عليه بالطبيعه نشتغل عليه باسم المؤسسه كامله، يعني الناس الكل منخرطين، اداره، عمله، مربين، الناس الكل المتهوين انهم يكونوا منخرطين في الانشطه وفي المشاريع هذه. والشرط الاساسي اللي موجود في البرنامج هذا انه 75% من المؤسسه التربويه مثلنا، يعني من المؤسسه التربويه تمسهم الانشطه هذه، يعني مش النشاط ماهوش حكر على تلاميذي اللي يقراو عندي بالضروره، ولا يقراو عن زميلي اللي هو باش يكون معناتها يقوم بالنشاط معايا. دونك الاهداف العامه اللي خدمنا عليها بيان سور، اولا هي مهارات القرن 21، تدريب الشباب والنشأ الكل على اكتساب مهارات القرن 21. احنا نعرفوا قداش اهميه المهارات هذه بالنسبه حتى لسوق الشغل، معناها من بعد على المستوى العالمي اللي هو ولا يفوت شويه حتى الشهائد الجامعيه، على خاطر لي كومبيتونس دو في احنا نسميهم، والا 21 سنتري سكيلز اللي هما التفكير النقدي، الابداع، التعاون، التواصل، المعرفه المعلوماتيه، المرونه، القياده، المبادره، الانتاجيه، مهارات الاجتماعيه. هذا الكل فيهم اللي عندهم منهم المهارات ناقصه والا ديفلوبي، وعندهم مهارات اخرى معناتها مفقوده نحاول ننميوها. فيهم اللي معناتها يجهل انه يمتلك قدرات اصلا، وهنا هذا هو من الاهداف يعني اللي نخدم عليها انه يكتشف مهارات. والثاني حاجه هما الاس دي جي سكيلز اللي هما مهارات واهداف التنميه المستدامه، اللي هي بالطبيعه يندرج فيها محتوى المشاريع اللي احنا خدمناها. وبالطبيعه المشاريع هذه راهي تتماشى مع وهذا شرط يعني المسابقه، تتماشى مع البرامج الرسميه، يعني هو النشاط فكره المشروع يلزمها تكون جزء من البرنامج الرسمي اللي يخدموه الاساتذه في المؤسسه التربويه بقطع النظر شنو هي الاختصاص. يعني انا اختصاصي اعلاميه، يعني مش بالضروره المشاريع الكل تتخدم من وجهه اعلاميه، او تنشوف نحكيو من بعد نحكيو التلامذه انه فما جانب ابداعي مع الاستاذه التشكيليه، فما جانب علمي مع اساتذه المات والفيزياء وغيره، ولا التربيه المدنيه زاده في السيفيزم، تعرف معناها الحياه المدنيه.
يعني نمسوا معناتها المهارات الكل والمعارف الكل والمواد. بالطبيعة اللي حكيت كل حاجة مزيانة جسي ما كانش بالسهولة اللي صورتها. يمكن نعرف الواقع التونسي ونعرف الواقع بتاع المؤسسات التربوية بتاعنا ما هوش بالساهل من ناحية معناتها من ناحية المربي ومن ناحية التلامذة ومن ناحية الإدارة ومن ناحية الأولياء زادة. وحاولنا فرحانة برشا اليوم معانا وليا رفقتنا يعطيها الصحة وكانت معانا معناها مساندة من الأول، هي بتبيع بطريقة غير مباشرة مادام بنتها معانا تخدم وديما موجودة وديما وراها دعم وفما شكون يدز فيها القدام وشكون يقول لها واصل واللي معاك ويشجع فيها. من ناحية أخرى سي عبد العزيز بودريكا يعطيه الصحة زادة، كان معايا في المراحل الكل متاع المشروع من الأول مساند للمشروع بطريقة أو بأخرى، يعني كسواء بطريقة فعلية في النشاط بيدو وإلا في التأطير ولا في المساندة. بخلاف سعلي سلامة زاد هو معنا اللي بالمكتبة بتاع الكوليج نحيي من المنبر هدايا. سي حاتم بهلول أستاذ التربية التشكيلية وبرشا زملاء الحقيقة ما حبش نذكر البعض ونخلي البعض مشكورين الكل. زملاء الكل وأكيد الإدارة على مسلك السيد الدمبي مدير المؤسسة التربوية بالطبيعة اللي اهتم بالأمور الإدارية على أكمل وجه الحقيقة. مهم جدا معناها نلقاو مثل المشاريع هذه في مؤسساتنا التربوية مع الصغيرات اللي الحقيقة في فترة حساسة كي نقول معناها يقراو 200 نوفيم عمر حساس فترة زادة بالنسبة لهم مهمة جدا وتعنينهم الكثير والكثير المشاركة هذية والتدريج هذية وضيف لهم برشا حاجات هم إن شاء الله بشي وصفوا مسيرتهم نحو الأفضل. سي عبد العزيز مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا صباح الخير، مرحبا بك. مرحبا بك ويعطيك الصحة على مرافقة الصغيرات في المشروع هذايا. كيفاش كان تأثيرهم، كيف كان الاهتمام بمختلف المشاريع المنجزة من قبل؟ أولا نحب نحيي صغيراتنا على المواهب اللي عندهم وربما هي مخزونة داخلهم ولكن مش ظاهرة للعيال، لكن مثل المشاريع هذه خرجت منهم برشا حوايج كانت طاقات وخبية كبيرة ياسر. هذا اللي خلاني أني إنسان زميتي يونس الذهبي في المشروع هذايا وكيف نقف مع صغيراتنا وليداتنا اللي ما شاء الله قاعدين يبدعوا بصراحة، قاعدين نشوف فيه من في كل مرة يكتشف نفسه برشا حوايج معناتها من خلال المشروع هذا اكتشفناهم يعني مواهب انت ما شاء الله عليهم، معناتها تبارك الله على وليداتنا ما شاء الله عليهم في كتابه مدفونه. انتم وفرتوا من وقتكم من حياتكم زاد باش تتلهوا بالمشاريع هذه وتقفوا معاهم وتسندوهم. واجبنا هذا، واجب هذا كاطار، احنا اطار تربوي، احنا ربيو صغيراتنا وهذا دورنا احنا كاطار تربوي باش نواكبوا صغيراتنا ونفيدوهم. اكيد. اذا هو مرحبتي، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك. سعيده جدا زيد بحضورك معنا وكمان ولدك مريم هبه عبوده. هبه بطل اللقب. مرحبا بك ومرحبا بصغيراتنا الكل. كواليه كيفاش عشت المشروع مع هبه؟ كيفاش لاحظت تأثير العمل هذا عليها وتمش معناها لحتى تطورات قبل المشروع بعد المشروع؟ اني فرحانه برشا اني موجوده معكم اليوم، لو فيت انه جينا اليوم هذا ما بعد التتويج ما بعد التتويج للمشروع اللي خدمنا عليه عام كامل. مجهود كان من الاطراف الكل، الاطار التربوي ما شاء الله خدموا وقدموا الكثير والكثير، اقل ما يمكن احنا انه ندعم اولادنا باش يكونوا معاهم وباش يعطيو، خاطر اولادنا ينجموا يعطيو كيف يلقى السبل المتاحه ينجم دونك ينجم ياخذ انيشاتيف بعد وينجم تي تابتي يكون مبدع في المجال اللي هو يشوفه في بارتي منه. دونك انخراط اولادنا في مشروع كيف ما هذا يعني لنا برشا، يعني لهم هما برشا زاده. أولادنا ينجموا يكونوا عناصر قيادية للنهار آخر، خاطر شخصيته تبدأ تتكون من تو، شخصيته بدأت تتكون وقاعدة تتكون في مرحلة مهمة، في مرحلة حرجة، في مرحلة اللي يلزم صغير يتعلم يعمل على روحه، يلزم صغير يتعلم يشوف شنو هو. أني توا قدامي مشروع
مش صغار الكل، تحلم انه يقدموا مشروع وشنو ينجم يعطي كاضافه، شنو ينجم. مش نسمع اني في الموضوع هذا مواضيع اللي خداوها صغار وخدموا عليها مواضيع معناتها لتوش التنميه المستدامه، دونك ماهمش معناتها سي ان اكسلون شوا هوش اللي يجي. دونك ولادنا اذا كان من توا مش يكونوا قدره ربي منخرطين في الاطار هذا، نتاملوا منهم ان شاء الله نهار اخر حوايج باهيه. ان شاء الله بقدره ربي يكونوا عناصر في المجتمع عندها تبدل. اول حاجه اني يعني بنتي تحب تخدم، اما قد ما يكون الانتوراج يعاونها قد ما تعطي خير. دونك كيف تبدا تخدم اون جروب، مش كيما واحد يخدم وحده كيما يخدم اون جروب. مثلا نخدم احنا في اطار مجموعه على مشروع، هذا مشروع مشترك. دونك الانسان مش يتعلم، ولادنا مش يتعلم يكون عنصر فعال في المجتمع. انت عنصر من المجتمع، دونك لازمك الانخراط في المجتمع. اني هذايا شفته عند بنتي ما شاء الله قاعده تيتابتي السانتيغر خير برشا من قبل. هبه في سبتمبر ماهيش هبه في جويه، تمام برشا حوايج نضافت لشخصيتها. بيان سور التحصيل العلمي مع الحياه الاجتماعيه بقدره ربي نقولوا ثم ايفوليسيون دون لو بون سانس ان شاء الله باذن الله. دونك يتعلموا يخدموا اون جروب، يتعلموا نخدموا على مشاريع ساميه، نتعلموا نغزروا القدام ديما بقدره ربي غدوه خير، ونتاملوا برشا حوايج باهي بقدره ربي من صغيراتنا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كلام مزيان برشا، وحتى نزيدوا نسمعوا برشا حديث مزيان من عند صغيراتنا اللي حاضرين، ياسمين الما رميم حنين هبه ان الفلوكي وان بسبوسي لينا ومريم. مرحبا بكم. بعد النغم نستقبلوه.